الرئيس السيسي يؤكد متابعته بفخر جهود إنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في اليمن وعودتهم آمنين. الوكالة الروسية الفيدرالية تؤكد أن أنقرة وفرت معسكرات تدريب قرب مدينة إزمير قبل نقل المرتزقة إلى ليبيا. الصين تعلن التوصل إلى دواء فعال نجح في التجربة لعلاج فيروس كورونا. الحادية عشرة صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً في دولة اليمن. وأشار الرئيس السيسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن تلك الجهود أسفرت عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، متقدما بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين. استقبلت محافظ دمياط منال عوض الصيادين المصريين الذين كانوا محتجزين في اليمن بمبنى المحافظة، ووجهت عوض الشكر إلى الرئيس السيسي والأجهزة التي تعاونت من أجل الإفراج عن الصيادين، فيما وجه الصيادون الشكر للرئيس السيسي على متابعته للقضية وحرصه على سلامة ورعاية المصريين داخل وخارج البلاد. وكانت طائرة مصرية خاصة قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادا مصريا كانوا قد تم احتجازهم في اليمن، حيث تدخلت أجهزة الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمنت عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. أوردت الوكالة الروسية الفيدرالية للأنباء تقريراً أكدت فيه أن تركيا وفرت معسكرات تدريب قرب مدينة إزمير التركية قبل نقل المرتزقة إلى ليبيا. وقال الموقع الإخباري الروسي إن قطر كانت تساعد في تمويل نقل وتسليح المقاتلين السوريين والذين تنقلهم تركيا وتدفع لهم رواتب شهرية. وأضاف الموقع أن 50 مدرباً من شركة أمنية تركية مقربة من الحكومة التركية وصلت طرابلس إلى جانب مدربين من الجيش التركي. ولفتت الوكالة الروسية إلى أن تركيا تعتمد على تهريب المقاتلين من مطار في مدينة غازي عنتاب التركية متجهين مباشرة إلى ليبيا. كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن استمرار تركيا في إرسال مرتزقة من تنظيمات إرهابية في سوريا مثل داعش والقاعدة للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق. ونقلت الوكالة عن مصدر لها أن تركيا نقلت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس وأن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة. وسلطت الوكالة الضوء على أن ميليشيات طرابلس تتهم بضم المرتزقة إلى صفوفهم دون النظر إلى خلفياتهم المتطرفة والإرهابية. وأشارت أسوشيتد بريس إلى إدانة الأمم المتحدة مرارا وتكرارا تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا. أعلن التلفزيون الصيني أن فريق البحث في جامعة زيجيانغ توصل إلى دواء فعال نجح في التجربة شرق البلاد لعلاج فيروس كورونا. يأتي هذا بينما أعلنت السلطات الصحية الصينية أن مجموعة من 892 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد حدت من انتشاره خارج حدود الصين. دعت سوريا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن استهداف المجموعات الإرهابية للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية السورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على دمشق
هما السبب الرئيس لتفاقم الأوضاع والتي يمر بها الشعب السوري. أكد الاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم للشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود عام 67. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على مواصلة العمل من أجل السلام ودعم بناء المؤسسات الفلسطينية. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضرورة التخلي عن طموحاتها النووية ونشر الإرهاب حول العالم. وفي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، قال ترامب إن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية. يستعد مجلس الشيوخ اليوم لإسدال ستار على محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي استمرت تقريبا أسبوعين في قضية استغلال منصبه للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن ونجله. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل استدعاء الشهود، بعد أن صوتت أغلبية مجلس الشيوخ على رفض محاولات الديمقراطيين لتصل المحاكمة إلى نهايتها وسط توقعات كبيرة بتبرئة الرئيس دونالد ترامب. واستبق هذه الجلسة زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل قائلا إن مجلس الشيوخ سيضع حدا للانتهاكات المتهورة للسلطة من قبل أغلبية مجلس النواب الديمقراطية. وصلنا لختام هذا الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.